عليه وقلت كأنكم مغربين ولا كأنكم على الكبار يا علي بواب. انت تلعب يا شيبو وتلعب فقير ويتفرج فيكم الكوتش المغرب. حاضر معنا الكوتش المدرب هشام الدقيق عنده في المغرب على طيبه الصلاه على فاز على كل العالمية. ان اوه يا 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 حد يا ركبتك من كرسي الحوت. هذه مباراة كان لها مباراة سعموني ارجوكم كأنه غفتة سعموني ارجوكم كأنني غلبان سعموني ارجوكم كأنه فقير لا تعرفوا يا الابناء. هي كورة حداري اوه يا 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 رد بالك رد بالك من سنتي بال ردوا بالكم يا شباب. كرة جول شيبو محمد سجل يا شيبو كأنك مع فرانكفورت بيجو كأنك مع فريق المحلي اسمه فريق النادي القرطري. الأبوات ثلاثة ولا سجلتني مش ممكن على هذه مباراة القمة في 10 دقائق و25 ثانية لا 5 أهداف مش ممكن هادو رجال الله يهديكم يا ابن آدم خطبوها كما خطبوها رجال في أول مرة عبلوها كما عبلوها هادو الكورة على طريقة الجوش بولي على طريقة كوركني بولاي على طريقة بيركان وعلى طريقة فالفيردي موديستا ابشي حمسة هيدا جوني برشي هيدا تبارك الله ما شاء الله. اوي اي اي هذه مباراة قال لي هي مساحي وتقول لي هي نبال يبشي بواب يلعب كورة بواب حتى بارشا ولا بريد يبشي مرادوني هيدا جوني برشا هذا اللي كرم له المولى يلعب كورة هيدا الكورة اوي اي 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 اسمعني كلام الشوالي اسمعني كلام الخباز ولا يبالا اوه على كورة ما هذا الحمزة ارجوكم المتفرجين السياسة الكرة العربية ارجوكم حبي في الدور كله امشي في الكرة العب كورة جمال يا 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 الله على يديك مش ممكن يا شباب هذه جماهير على طريقة سكولدر باي على طريقة بروسل الشيكاد باك على طريقة كاسي جلاس وبولفو وولاد الإنطاني الشهير أرجوكم كأنكم ساحرين مثلا كل ما تشوف يقولون انا حديث يا شيف وانا حديث يا بواب انا حديث انا علمت يا شيف وانا علمت مش ممكن مباراة تلفت لي هذه قتلك هذه عذبتك هذه رشدتك يمشي نور يمشي بواب اولاد بنشيكا حمزه يا حمزه يا حمزه يا حمزه خرجني خرجوا دخلوا حارس ما يتسهش دخلوا حارس ما يهمش دخلوا حارس ما يقلمش هذا حارس ذكرني في دريس كاميني ذكرني في مانا الكاميروني ما هذا هذا سنغالي قادم من اسود الطرنقة ربنا في عدكار قال لي وقتها ستفرحونا يا اولاد السنغال ام نومة الجهل وانت جهل يا حمزة تبارك الله ماتش قمة 3-2 الاساسيه العالميه تقول لك انا باش نربح العباء ولكن تحيه كبيره برشا لماهر الله عليك يا شيبو الله عليك يا محمد هو غادر خوك كان يلعب في كوفونتري خوك كان يلعب في السد القطري وكان يلعب في كوفونتري وباقي الاسماء مع الفريق البرتغالي اسمه بورتو ولاد دراكاو الله عليك يا بنات الله عليك يا كرة القدم الله عليك يا كرة القدم الله عليك يا كرة القدم قارية شاهية معتمنة مقلمة مساهدة ولا تنسى يا كبار علي بواب محمد شيفو التيكي تاكا الهولندية عن تاج في أمستردام ولا تنسى فلوتريك وأنت تلعب في البلدية وأنسى كلام عليك في سي سبورت كلام شكرا ممتاز تبارك الله ما شاء الله هذه مباراة القمة 3-2 شيفو البركاني شيفو يبشي بواب العب كرة عالية الله يبارك برافو شباب يبشي فقلت كلك عظم فقراء من كلوب ومن استفال ومن ديبوبالي وبلال تفرج وتعلم منهم وتكلم يا ابو بابان وقل لهم انا حاضر يما
لا 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 تكلمت اول مره من تعليق قلت كلمين انا نعطي الشاهد اوي احسن مباراه القمه شهر رمضان بالصحه والراحه فطوركم وصحتكم رمضان ليه مالكم وانا عيسكم والشوالي يقول لكم عيتكم وناسكم يمشي حمزه اوه على التيكي تاكا الله اوهيا لا 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 برافو دفاع على وسام الله عليكم يا الاستاذ الامير خليك مرنده لاول مره بنرجع تخسر تعادل سنه قبل الماتش الاول قدرت من اول مرتين وقلت لكم مرابين الله عليك يا خليفه الله عليك يا خليفه هدف الساحر على البرتغال استثمري الهدف لا يدفع على خيري ولكن يا جلدك يا خليفه كانك امبراطور وكانك رحلت في الفيل ولكن الفيل ما صارت يتحرك يا خليفه هذه هي كره القدم هذه هي الاسرار هذه هي مكره كره القدم هذه هي عدلات كره الصلاه ان علقت على الفوتبول وعليه الفوتبول على كره الصلاه عليه وعليها ولا كوره ولا تستقري ارجوك يا كره القدم دوار كما قال الدوار على البرازيل وكلتكم على البرازيل ولا تكن الجمعه ان شاء الله منتخب الوطن المغربي مع المنتخب المرابطين المنتخب الموريتاني ان شاء الله التوفيق لمنتخب الوطن المغربي تعلم عليكم بالفقر وتعلم عليكم بالوصول وتعلم عليكم بالتنفيذ وتعلم عليكم متابعينا الافاضل كيف ما كتابوا معنا احنا دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتلاحظوا معنا السي الراس لا يعطينا واحد الكلمه بهذه المناسبه السي الراس تحياتي شي كلمه بهذه المناسبه تحياتي معنا عمر عادي بخير اخليك محبي عمر عادي رمضان كريم وصافي صافي وما الى الله مرحبا اذا كان معكم السي الراس غادي كما كيف ما كتشوفوا مجموعه ديال القدماء اللاعبين غادي نشوف معكم اجواء حماسيه في هذا المكان لان دائما معكم عبر المباشر
متابعين كيف ما كتبوا معنا في هذه الاجواء الحماسيه في ملعب الوحده بمدينه قنيطره، كيف ما كتشاهدوا اجواء في هذه القاعه الوحده، اجواء جميله وحماسيه كيف ما كتلاحظوا لاعبين القدماء في هذه اللحظات. متابعين وتابعات الجمهور غفير تلميذ المؤسسه الحديثه في التشجيع، شوفوا الاجواء كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين. فبقي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظين، تلقاو بات اخر ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.